هذا واحتفت مملكة البحرين بفارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة خلال وصوله إلى أرض المملكة في قاعدة الصخير الجوية. نعم، وذلك بعد تحقيقه المركز الأول وفوزه ببطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كيلومترا والتي أقيمت منافساتها في الجمهورية الفرنسية، وتتويجه بهذا اللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي عن جدارة واستحقاق. فارس العالم وفارس المنجزات الرياضية الرائدة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة صاحب الباع الطويل في تحقيق الإنجازات الفريدة بعزمه وإرادته وإقدامه حطت طائرته على أرض البحرين وجاء بكل فخر حاملا بين يديه جائزة تؤرخ اسم البحرين في صفحات الإنجاز العالمية. استقبله وطن يحبه ويهتف باسمه ويقدم له أجمل التهاني والتبريكات، إنجاز استحق استقبالا ملكيا رفيع المستوى، إذ كان سيدي جلالة الملك المعظم في مقدمة مستقبلي سموه في المطار تعبيرا عن الفخر والاعتزاز بما حققه سمو الشيخ ناصر للبحرين من فوز مستحق ولقب ثمين جدا. فخر الأب بابنه وفخر الوطن بمنجزاته، هنا تجتمع الروح البحرينية الأصيلة في الترحيب بابنها البار والتأكيد على دعمها وتأييدها لكل المنجزات الوطنية. روح وطنية عالية وفرحة غامرة اعتلت وجوه الحاضرين المرحبين بفارس العالم، حماس ومحبة وامتنان، مشاعر صادقة تلقاها سموه من الحضور الذين أكدوا على مكانة هذا الإنجاز ودوره في دعم الرياضة البحرينية والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ودعم واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورفع اسم البحرين عاليا وترسيخ مكانتها في المحافل والأوساط الرياضية الإقليمية والعربية والعالمية.